ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ساهر وائل اوسابيو. طبعا معظمكم عرفني من على التيك توك، واللي لسه شايفني دلوقتي انا ساهر وائل اوسابيو، بقدم محتوى جيمنج على تيك توك وداخل على 150 الف متابع على تيك توك. فيديو النهارده بقى يا شباب هنجرب الكارت الجديد بتاع ديفيد بيكهام. طبعا بقى ايه بتروق علينا وجايبه لنا كارت مجاني اللي هو كارت ديفيد بيكهام. في ناس بقى بتقول ان الكارت ده ما جالهاش، فانا مش عارف بقى ده بسبب ايه، ولكن عامه يعني الكارت جالي فهنجربه مع بعض. طيب هو بالنسبه للكارت كان 99 بس انا عليت الرانك بتاعه وبقى 100. نخش بقى دلوقتي نشوف الارقام بتاعت الكارت ده، وبالنسبه للكارت اللي هو 99 وكده فالارقام بتاعته كويسه قوي. طبعا سي ام، وهنا بتاع معزز المهاره بتاعته تمرير طويل. فنخش بقى دلوقتي نلعب في الهيد تو هيد ونجرب الكارت مع بعض. طبعا بقى زي ما انتم شايفين انا كده اسطوري في الهيد تو هيد، ولكن يعني بص هنجيب كده الملف بتاعي. فهنا كان في اللي هي في الهيد تو هيد بيقول لك اعلى عدد كؤوس كان 1,067,000. كل ده ايه يعني؟ امبارح كنت انا 1,067,000، النهارده بقيت شوف نزلت اسطوري تاني. المهم هنخش بقى نجرب الكارت مع بعض تشكيلتنا احنا. لازم بقى نشوف التشكيله بتاع الخصم. اوفر 114، فرناندو توريس، كاراسكو. بس اهم حاجه بس ايه، البنج ما يعلاش. البنج بدأ يعلى. يلا يا مباب يا ابني، انت في فيفا تشامبيون اهم حاجه ان انت يعني بص مفيش تعادل، انت تعادل ما بتاخدش اي حاجه، فانت لازم تكسب، ولو خسرت خلاص خسران. طيب كل النقط اللي معاك نزلت. تعالى نمر. مش عارف بقى نعمل حاجه في التشكيله ولا نعمل ايه. انا حاسس ان لا كده كويس. شوف 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 لسه بتكلم. على فكره لولا ان بوبي اصلا طوله حوالي مترين كانت الكره دخلت. يا حبيبي هو الهدف الاول ولكن في مرمان. شوف هنا اي عرضيه بجوه. طبعا انا بلعب عرضيات من ساعتها لان اصلا الدنيا مقفله، فاعمل ايه؟ بس المشكله في اللعبه يا جدعان العرضيه بنسبه يقول لك ايه 99% هدف. خلاص عرضيه داخل 18 99% هدف. يا ابني قوم بقى. ايوه كده دي ماريا، لازم بقى نعمل تبديل. تعالى نيمار هنا اصلا الاستامين بتاعته بتقل بسرعه. نزل سيدور مكان خوليو. خوليو هيبقى قلبي. لا بابي هناك. هذا نيمار. اشمعنى بتيجي معايا؟ كان بس ما يصفرش دلوقتي. تشوس نازلين خلاص الماتش خلص. يا ابن ال ايه ده يا جدعان؟ ضاعت ازاي دي؟ ولكن احسن من الخساره، يعني التعادل احسن من الخساره. الترتيب بتاعنا على مستوى العالم 17,000. انا كنت امبارح كام؟ كنت 2000 ونص تقريبا. انا لحد دلوقتي من اول ما صعدت فيفا تشامبيون ما واجهتش واحد اقل مني، اللي هو ايه انا في مكان مش في مكان. مشكلتنا المتواضعه المتواضعه جدا. اوفر 117 مع فاردي، بس مشكلة فاردي ان هو المهارة بتاعته 3. برضه ديفيد بيكهام المهارة عنده 3 تقريبا، مش 4 حتى. حاول بقى نكسب الماتش ده. حلو قوي يا عم. انا لاعب والله، والله لعبها لمبابي. يلا يا دي ماريا. حلوه حلو قوي انك تبدا اصلا بالهدف الاول ده، بيرفع معنوياتك وبينزل معنويات الخصم. انا معظم الماتشات اللي انا خسرتها كان الهدف الاول هو اللي بيجي فيا الاول، فاهم؟ فاحنا لازم نسجل الاول عشان نرفع معنوياتنا
وننزل معنويات الخصم. فهتلاقي اصلا الخصم كده ايه بدأ يلعب بقى ايه اي حاجة بسرعة، عايز يتعادل، لان اصلا زي ما انتوا عارفين الفيفا الماتش في فيفا يعني تقريبا ما يجيش 4 دقايق. كويس اوي يعني ما تتقطعش، تجي لنا رمية تماس حلوة احسن من القطع. تعال انا بك يا ماما. مار يا ابن اللعيب يا ابن اللعيبة، البار هنا على الاخر خلاص بره ال 18، هات البار على الاخر مالكش دعوة، الكرة خلاص 99% جول. 2-0 في الشوط الاول يعتبر انجاز. فاول ازاي طيب؟ يعني فاول ازاي؟ لينا ماشي ماشي لينا. لا اوعى طلعت الحارس يا ابني، مطلع الحارس يعني المفروض ده الزاوية اتقفلت عليه، ازاي تدخل طيب؟ لا لا لا. طب هو طيب يعني هو اصلا وراك يعني، وكمان ده مين ده؟ الانجليزي يعني الانجليزي شوف طوله تقريبا يعني متر و80 سنتو ولا حاجه، يعني اطول من خوليو مش عارف. استغفر الله العظيم. والله ما عارف اقول ايه بصراحه، يعني كنا كاسبين 2-0 الدنيا تمام بسبب العرضيات دي، مش عارف ما عادش عارف حل العرضيات، يعني هدافع بمين طيب؟ يعني بقول لك بدافع باتنين مدافعين اللي هو اراوخو والانجلي، الاتنين ما شاء الله عمالقه، وبرضه يدخل هدف من عرضيه. نحاول على الاقل على الاقل نكسب ماتش واحد في الفيديو ده. اوفر 112 يعني قريب من تشكيلتنا. يا عمي يا عمي يا عمي، يلا عرضية يلا عرضية عرضية جميلة. والله حلوة والله حلوة. ده اوعى 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 يا حرامي، كل مرة نفس الخطأ. أنا مستعجل أنا اللي مستعجل. ماريا بقى جول حلو قوي، فكرتها بره. الله هدف موظفين، ولكن شايفين الهدف اللي هو جايبه فيه عامل ازاي؟ يا ابن اللعيبه هدف دي جون يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه يا جدعان، ما حدش يقول هدف موظفين، انتوا شايفين الجول الاول جاي ازاي؟ بس كده البتاع المدافع بتاعه ما كانش متمركز كويس، يعني ده برضه خطأ من عنده. 2-1 ده ممكن يبقى آخر ماتش في الفيديو ده، فأتمنى يعني إن احنا نستمر ونكسب الماتش ده. حلوة حلوة ديفيد بيكهام، اللي هو اصلا الفيديو معمول عشان ديفيد بيكهام. فؤاد في نص الملعب ابيضاني كده بحسه ديفيد بيكهام، فبتلخبط بينه وبين ديفيد بيكهام. يا عم فين يا عم هتجيبها كده ازاي طيب؟ بس خلاص صفر يا حكم صفر يا حكم، شوف بس الهدف بتاع ديفيد بيكهام لان ما خدتش بالي وهو بيجيبه، فكرت واحد تاني والله. حلوة حلوة قوي حلو قوي، هو كده كده اصلا خلاص يعني اساسي في التشكيله بتاعتي. وبس كده يا شباب نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشارك الفيديو مع اصحابك. وبس كده يا شباب اشوفكم الفيديو الجاي.